قم بتبسيط العبارة 18x للقوة 4 ناقص 3x تربيع زائد 6x ناقص 4 تقسيم 6x. إذن يوجد عدة طرق للقيام بهذا وجميعها متكافئة. يمكنك أن تعتبر هذا على أنه 18x للقوة 4 تقسيم 6x. إذن 18x للقوة 4 تقسيم 6x زائد ناقص 3x تربيع تقسيم 6x، أو يمكن أن تقول ناقص 3x تربيع تقسيم 6x زائد 6x تقسيم 6x ناقص 4 تقسيم 6x. الآن توجد عدة طرق للقيام بهذا. الأولى هي لقد قمت بتجزيء البسط هنا، فإذا كان لدي A زائد B زائد C كلها مقسومة على D، فإن هذا يساوي A تقسيم D زائد B تقسيم D زائد C تقسيم D. ربما أن هذا ليس واضحا للغاية، لكن أتمنى أنه سيساعدكم. الطريقة الأخرى هي أن تقوم بتوزيع إشارة القسمة. إذا قسمت كل العبارة على شيء ما، فإن هذا يكافئ قسمة كل حد على هذا الشيء. الطريقة الأخرى هي أن نضرب كل العبارة بشيء ما، وهو 1 مقسومة على 6x ضرب 18x للقوة 4 ناقص 3x تربيع زائد 6x ناقص 4. وبهذا قد حصلنا على هذا باستخدام خاصية التوزيع. والطريقة التي تكون الأبسط بالنسبة لكم يمكنكم استخدامها، فجميع هذه الطرق متكافئة. الآن ما لدينا هو مجموعة من العبارات أحادية الحدود مقسومة على 6x، إذن هنا يمكن استخدام خصائص الأسس. هذه الأولى يمكننا أن نأخذ المعامل ونقسمهم، 18 تقسيم 6 تساوي 3، ثم لدينا x للقوة 4 تقسيم، حسنا لم نعطى، لكن إذا كان عبارة عن x فإن هذا يساوي x للقوة 1. x للقوة 4 تقسيم x للقوة 1 يساوي x للقوة 4 ناقص 1 أو x تكعيب. ثم لدينا هذا المعامل هنا وهو ناقص 3 تقسيم 6، وناقص 3 تقسيم 6 تساوي ناقص 1 تقسيم 2. إذن ناقص 3 تقسيم 6 تساوي ناقص 1 تقسيم 2. ثم لدينا x تربيع تقسيم x، وبالفعل نعلم أن x يعادل x للقوة 1، وهذا يساوي x للقوة 2 ناقص 1، وهو يساوي 1، فيمكنني أن أكتب x هنا. ثم لدينا هذا المعامل 6 تقسيم 6، وهذا يساوي 1. يمكنني أن أكتب 1 هنا، دعوني أكتب 1 لأنني قلت أن 2 ناقص 1 تساوي 1. ثم x تقسيم x تساوي x للقوة 1 تقسيم x للقوة 1. يمكنك أن تحلها بطريقتين، فتقول أن أي شيء يقسم على نفسه يساوي 1، أو يمكنك أن تعتبره x للقوة 1 تقسيم x للقوة 1 يساوي x للقوة 1 ناقص 1، ما يساوي x للقوة 0 أي يساوي 1، بالطريقة التي ترغب أن تقوم بها، حيث أنك تعلم هذا من قبل أن تتعلم خصائص الأسس. لأن x تقسيم x تساوي 1 على افتراض أن x لا تساوي 0. ثم أخيرا إذا افترضنا أن x تساوي 0 فكل شيء لدينا يصبح مقسوما على 0. ثم لدينا أخيرا 4 تقسيم 6x، وهناك عدة طرق للتفكير بها. والطريقة الأبسط هي ناقص 4 تقسيم 6 يساوي ناقص 2 تقسيم 3 عن طريق تبسيط الكسر، وسنضرب ذلك ب 1 تقسيم x. يمكننا أن نضرب ذلك بواحد تقسيم x، إذن يمكننا أن نعتبر هذا على أنه 4 ضرب 1 تقسيم x.
طريقة أخرى للتفكير بها هي يمكنك أن تعتبر أن هذه الأربعة مضروبة بX للقوة صفر، وهذا يكون X للقوة واحد، ومن ثم نحاول تبسيطها باستخدام خصائص الأسس فنحصل على X للقوة صفر ناقص واحد تساوي X للقوة ناقص واحد. إذا يمكننا أن نضع هنا X للقوة ناقص واحد، لكن x للقوة ناقص واحد يعادل واحد تقسيم x. إذن دعونا نكتب الإجابة بأبسط صورة، 3x للقوة ثلاثة ناقص واحد تقسيم 2x زائد واحد، لأن هذا الشيء يعادل واحد إذن زائد واحد، ومن ثم ناقص 2 ضرب واحد في البسط تقسيم 3x في المقام، وانتهينا. أو يمكن كتابتها، وهذا يعتمد على ما تراه بسيطا، هذه العبارة الأخيرة يمكن كتابتها هكذا، ناقص 2 تقسيم 3 x للقوة ناقص 1، لكن إذا كنت لا تريد السالب فيمكنك أن تكتبها هكذا.